السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. ثلاث امور هيحصلوا لك او هيحصل لك حاجة منهم لو انت رأيت العنب في المنام. طبعا يا جماعة كتير مننا بيشوف العنب، ورؤية العنب من الرؤى اللي بيراها بعض من الناس، والمنام ده بيشغل بالهم وبيفكروا كتير وبيقولوا يا ترى ايه معنى او ايه تفسير ان انا اشوف العنب في المنام. فالنهاردة ان شاء الله انا هكلمك على ثلاث امور هيحصلوا لك او هيحصل لك حاجة منهم لو انت رأيت العنب في المنام. وانا من اهمية الثلاث امور دول انا كاتبهم لك ومجهزهم لك، يعني مجهز لك وهقول لك بالظبط ايه اللي هيحصل لك لو انت رأيت العنب في المنام. بس قبل ما ابدا بقى في ذكر التفسير واقول لك التفسير، اتمنى تقدر مجهودي وتضغط على زر اللايك وتشترك في القناه لو انت جديد في القناه. ويلا بينا يا احبابي، نسمي الله ونبدا في ذكر التفاصيل والتفسير بالكامل ان شاء الله. اول امر هيحصل لك لو انت رايت العنب في المنام هو الحصول على رزق ومال وخير بدون تعب. يعني اول حاجه دي مبشره جدا، ان انت هتحصل على رزق وهتحصل على مال وهتحصل على خير كثير جدا بدون تعب، من غير ما تتعب. يعني مش هتتعب في الرزق اللي هيجي لك، هو هيجي لك من باب ربنا. ممكن يبقى ميراث، ممكن يبقى حاجه انت مش على البال، هتجي لك كده من غير تعب، بس هيجي لك رزق كتير من غير تعب، او هيجي لك مكانه مرموقه من غير تعب. خلي بالك الرزق مش شرط يبقى فلوس، ممكن يبقى شغلانه، ممكن يبقى مكانه مرموقه. وهو رؤيه العنب اللي هو عصير، يعني رؤيه عصير العنب او رؤيه نفسك بتعصر عنب او رؤيه شخص بيديك عصير عنب او ان انت بتشتري عصير عنب. رؤيه يا جماعه العنب السائل اللي هو عصير العنب في المنام بيدل بشكل قاطع على الحصول على رزق او وظيفه او مكانه عاليه ومرموقه بدون تعب، من غير تعب ولا سعي منك. اما الامر الثاني اللي هيحصل لك لو انت رايت العنب في المنام هو الحصول على رزق او خير او مال ولكن بعد تعب وبعد عناء. وهو رؤية العنب اللي هو العنب الطبيعي، العنب في طبق، العنب في مثلا في شيء قدامك، رؤية مثلا العنب مثلا في طبق قدامك، رؤية العنب على حالته العادية، فبيدل على الحصول على خير أو رزق. لأن يا جماعة ابن سيرين قال أن العنب بشكل عام بيدل على رزق. فإذا رأيت العنب بشكل عام اللي هو قدامك عادي في طبق مثلا بتاكل عنب كده، فالمنام ده يا جماعة بيدل على الحصول على رزق والحصول على مال ولكن بعد تعب وشقاء وعناء. فخلي بالك جدا لو انت شفت الحلم ده ان باذن الله يجي لك رزق، بس بعد ما تتعب او بعد ما يجي لك شقاء او بعد ما يجي لك عناء. اما ثالث امر واخر امر هيحصل لك لو انت رايت العنب في المنام هو ان انت هتبقى شخص مرموق او شخص بتساعد الناس او شخص عندك تاثير على الناس. يعني لو انت شفت المنام التالت ده انت في المستقبل هتبقى شخص مرموق او هتبقى شخص عندك مكانه عندك تاثير على الناس. وهو رؤيه حاجتين، لو انت رايت نفسك بتبيع العنب، يعني شفت نفسك ان انت بتبيع عنب لحد، او رايت نفسك توزع على الناس عنب. يعني لو انت شفت ان انت بتبيع عنب او بتوزع على الناس عنب، فهذا المنام يدل على المكانة المرموقة اللي هتبقى عندك واللي هتبقى بسببها مؤثر على الناس اللي حواليك وبتفيد الناس اللي حواليك وعندك تأثير كبير على الناس اللي حواليك. وغالبا هذا الشخص اللي هيرى المنام ده هيبقى مشهور، يعني هيبقى عنده نفوذ وتأثير على الناس اللي حواليك. فبكده يكون تفسير المنام العنب خلص. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اتمنى ما تبخلش عليا بلايك، ما تبخلش عليا باشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.